اي زايد خلاص يا زايد. طيب يا شباب في حد جاهز ولا ندي بالاسم؟ طيب عادل مطيري. ليش تاخرت ما جيت بدري البرنامج؟ لظروف. ها؟ لظروف. الظروف احكام. يمون مقدم الحلقه. الظروف ما ساعدت. شخص لا يتحدث العربيه ضايع. اوكي. شخص لا يتحدث العربيه وضايع. عيش اللهجه اللي تبغاها. اللهجه اللي تبغاها. المشكله ان اللهجه الثانيه ما اعرف انطقها. كسرها على كسرها. حلالك كل شيء. يعني عندك الهند. العب العب. هباس. طيب عادل مطيري راح ياخذ معاه هباس على المسرح. باردقني انا. بس ابي يا عادل اول ما تطلع على المسرح تعطيني اشاره بس انك جاهز عشان ابدا التايمر معك. ثلاثه نفس الاسم. والله يباك تطلع في الوجه. طبعا لجنتنا زايد عادل هو الثلاثه هو الخامس صح؟ اي الخامس الخامس. معلش رقم خمسه صحيح. طب ليش اخوي عادل ليش ما كل واحد ياخذ مشهد من الان؟ بس احس ممكن نسويها في الحلقه الجايه في الاسبوع القادم. جاهز يا تبدون؟ تفضل يا عادل. انا ليه شو بابا انا ليه ها ليه شو بلاك انا ليه بابا هذا شكله ما يعرف يهرج. ليه ليه بابا يا اخوي فارقني انا جاي اتقهوى في المول جايبني اللي بابا روح بس بابا اني جه وش هو جه وش بابا بابا جه يا ولد وخر راسك اكبر كوب اخ اخ شو يبي ذا؟ ليه؟ هاكل ايه ما بيه رايح هناك تلقى المطاعم الرومي ليه ليه وش اوصلك؟ ايه ها؟ ايه وين؟ ايه منا تمشي اني لي سيديه سيديه ايه سيديه ايه يمينيه تلقى مطعميه يساريه يساريه نيه يلا 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 فارقني يلا اضي لك انا يلا يلا الدنيا حر وقرب اسوقك نيه والله العظيم اللي قام يامر هنا هنا لمدك بعقال هنا نيه ليه يا ابن حلال يساريه سيديه تلقى مطعميه رم رم هنا الله عليك لا 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 هباس هباس لا لا الاخ ايوه هباس هباس وعادل انا ودي نحيي الممثل المساعد استاذ والله العظيم والله يسعدني سيدي تفضل ابو غازي سيدي يساري انا حبيته لكن انا كنت اتمنى عادل صح اسمه عادل صحيح نعم عادل ونعم كنت اتمنى عادل يتكلم بثقه اكثر يعني اري بريال مدري باريو جه منين جي جاي بالداريه بالك المليا انت كلها انيه 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 لا دي مين قال بدي كده اوري المرق علق على اكل اري بيري غاري مري غاري بيري غاري يعني خذ فيها كده انت العب فهمت انت ضايع ولا انت عارف وين الله حاطك بس انت بدل ما تبين انك انت ضايع في المكان انت قاعد تبين انك انت تبغى تاكل انا دققت على اخر كلمه مره واحده ضعت مره واحده هو جوعان اني جوعان ايه على كل يعطيك العافيه والله انا ما جذبني الا في البدايه يوم قال له شوف قال له ها يعني عارف شوف وانت عارف يعطيك العافيه عادل الله يعافيك ما قصرت الله يطول عمرك انا وجهه نظري وعادل يدرس الموضوع انه الافكار الجايه اي شخص طالع اوتسايد يجهز فكره من راسه يجي يقدمها على المسرح عشان احنا ما نفرض يشتغل عليه يشتغل عليه صح هذه وجهه نظر ولكم الحريه في البرنامج ممتاز نعطيهم فرصه انهم يفكروا فيها خمس ايام والله انا ودي بس يعني لو باقي الشباب الخمسه اللي بيجونا والاربعه اذا طلع اذا قرا الموضوع ودي يعيش الحاله للموضوع يعني هو بس يقرا ويحاول يجسد الشخصيه لكن ما يعطينا الموضوع المكتوب له صحيح فانا ودي تركزون في هذا الشيء الله عشان كذا نتمنى كذلك حتى من الشباب الموجودين نعطيهم العافيه يصفق في بدايه المشهد ويصفق في الختام لا يصفق في المنتصف عشان المتسابق اللي موجود على المسرح ما يشوف اخوياه ويطلع من الكاركتر اللي هو عايشه صحيح شكرا صحيح. لك عادل شكرا لك هباس طيب اللي بعد عادل لبيك
نواف الاكلبي. خمس 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 خمس